قرر مليونير بريطاني بعد سنوات من الوحدة البحث عن زوجة، فوضع شروطا صارمة يجب أن تتوفر فيها. أندي سكوت رجل عصامي عمره 41 عاما، يعمل في العقارات منذ صغره وكون ثروة تقدر ب 25 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى يخت وطائرة خاصة وسيارات فخمة. كرس أندي سنوات طويلة من عمره لتحقيق هذه النجاحات. قرر أن يتزوج ويكون عائلة حتى لا يعيش أعوامه القادمة وحيدا. ولكي يجدوا فتاة الأحلام المناسبة وضع شروطا يجب أن تنطبق على المرشحات، وهي أن تكون جميلة وذكية للغاية وعصامية حققت نجاحات كبيرة مثله، ومستقلة ماديا وتعادله في المستوى الاجتماعي، لأنه يؤمن بالمساواة ويرفض تحمل كل نفقات المعيشة، كما يريدها لائقة بدنيا ولا تضع المكياج طوال الوقت، وغير مدمنة على الهاتف المحمول والسوشيال ميديا. تحب المغامرة والسفر وتجربة الأشياء الجديدة، ومن الضروري أن تتسم بالجدية ومستعدة لتكوين عائلة وإنجاب الأبناء. نشر أندي هذه الشروط في أشهر الصحف العالمية، وينتظر توافد المرشحات اللواتي تنطبق عليهن المواصفات حتى يختار من بينهن الزوجة المناسبة. شاركنا برأيك، هل تعتقد أن أندي سكوت سيجد زوجة تتوافر فيها هذه الشروط؟